ليست الجثث من تحمل هنا على الأكتاف، وهذا ليس بتشيع. من على هذه الناقلات مرضى اضطر أهالي قرية قشيبة بعزلة بلاد الوافي في مديرية جبل حبشي في تعز لنقلهم محمولين على الأكتاف جراء حصار ميليشيا الحوثي منذ 3 سنوات. وعبر هذه الجبال الشاهقة يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مستشفى في منطقة الضباب الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، وذلك بعد قطع الميليشيا الطريق الرابط بين المنطقة ومدينتي هجدة والرمادة القريبتين، وقيامها باختطاف من يحاول المرور عبرها. رحلة كهذه من منطقتهم إلى المستشفيات خارجها كانت قبل حصار الحوثيين تستغرق أقل من نصف ساعة بالسيارة، لكنها اليوم تضاعفت لساعات وسط تبادل أدوار بين العشرات منهم لحمل الناقلات. الوعورة الملازمة للطرق التي يسعفون بها لم تمنعهم من إنقاذ حياة مرضهم رغم المشي لساعات طويلة وفي طرق كهذه. لكن المؤسف أنه وبعد كل هذا التعب وصعوبة الانتقال لن يصل مرضاهم لبر الأمان الكامل، فالمستشفيات في مدينة تعز وضواحيها بدورها تعاني من شح بالإمكانات والأدوية. بالرغم من كل هذا يفضل هؤلاء المحاولة الشاقة في إنقاذ أبناء قريتهم بدلا من انتظار الموت.